إسراء. ألو، ايوه أهلا يا إسراء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ أهلا وسهلا، اتفضلي ايه، سؤالك. حابه اشكر حضرتك على المداخله، ان انت سمحتي لي ان انا اكلمك، وعندي اتفضلي بس استفسار من شيخنا الفضيل. اتفضلي. ايه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، الله يحفظك، اتفضلي. ايه، لو سمحت، انا متجوزه بقالي 4 شهور. ايه، زوجي رافض ان هو يصلي، يعني احنا صلينا بس يوم الفرح اول مره، اللي هو ليله الدخله وليله فرحنا بس اول مره. بعدين انا الحمد لله يعني بصلي الحمد لله، دايما مشغله القران في البيت وبحاول ان انا اقرا قران جنبه دايما. فلما حاولت ان انا اقربه للموضوع ده قال لي مالكيش دعوه، انت صلي مالكيش دعوه بيا. قلت له طب نحاول ان احنا انت تكون امام وانا اصلي معاك. قال لي لا، انت عايزه تصلي صلي وانا ان شاء الله هصلي. وانا ايه؟ يعني هو هيصلي، يعني هو هيحاول يصلي ملوش دعوه بيا، وانا هصلي انا لوحدي. فانا حاسه ان هو يعني انت اول، انا عندك كم كنت سنة وهو عنده كم سنة؟ انا 24 وهو 32 سنه. ماشي. فانا سمعت قبل كده شيخ ان هو بيقول ان هو يكون الزوج محرم على زوجته، او ان هو ده ما يبقاش يعني عامل ركن من اركان الاسلام. لان انا برضو جينا في رمضان حاولت ان انا نتكلم في الزكاه وكده، قال لي لا انت مالكيش دعوه انا هتصرف، وانا متاكده ان هو بيصوم ما حركش. وبيصوم؟ هو صوم اه يعني، بس انا برضو كنت شاكه في الموضوع ده بصراحه، مع حضرتك امينه يعني. فانا عايزه اعرف ايه الحكم في الموضوع ده، او انا اتصرف ازاي. طيب حاضر يا إسراء. إسراء عندها 24 سنة ومتجوزة بقى 4 شهور، هي عايزة جوزها يصلي زيها وبتقرأ قرآن جنبه وعايزاه يطلع زكاة، فهو قال لها مالكش دعوة بيا خالص، انت اعملي اللي انت عايزاه وسيبيني انا هصلي. ايه الصح وايه الغلط تتعامل مع الموضوع ده ازاي؟ هي الحقيقة في كلامها، خلينا ناخد الجانب المضيء في كلامها، ان هي في اول يوم الدخلة هم صلوا مع بعض. فهمت من الجزئية دي حكم الشرع هنا ان هو مش منكر للصلاة، لان هو بيصلي. فما دام ما عندوش انكار للصلاة يبقى صح. هو ترك الصلاة تكاسلا، يبقى هو شخص كسلان مش عايز يقوم يصلي، مش عايز يعمل كذا وبتاع. انا مش بهون الموقف، لكن بشرح الموقف بطريقه شرعيه مش بطريقه كذا يعني. صحيح. فهنا يبقى ما عندوش انكار للصلاه، لان تارك الصلاه ده واحد من اتنين، تارك الصلاه منكر لها، منكر بيقول ما فيش حاجه اسمها صلاه، وتارك الصلاه تكاسلا. تارك الصلاه تكاسلا له حكم، وتارك الصلاه منكر له حكم. فاحنا خلينا في الحكم بتاع تارك الصلاه تكاسل، هو الراجل متكاسل. فاللي زي ده بنتحرك عليه بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى. بس خليكم عارفين ان احنا بطبيعه حالنا في العرب احنا مجتمع ذكوري الحقيقه، فما يحبش الست تقول له صلي او اقرا او اعمل او كذا او كلام من هذا القبيل. خلي بالكم انا بقول لكم الكلام ده، وانا نفسي شخصيا لما بقع في ازمه ولا في حاجه والاقي مراتي نفسها تقول لي مثلا انت بقرا سوره ياسين، اقرا طب سوره البقره، ابقى انا متضايق ان بتقول لي كده. انا بقول لكم انا اشرف، مش حد غريب ولا حاجه يعني. يعني حاجه غريبه والله العظيم، طبيعه بشريه. الحمد لله، يرحمكم الله. ما تخافوش، دي مش كورونا ولا حاجه، ده لا بس حساسيه عشان انا خبطت من مناخيري. بقى فالحقيقه ده طبيعه المجتمع، دي الحياه الفسيولوجيه بتاعتنا، او يعني دي الحاله النفسيه بتاعتنا احنا، والتركيبه بتاعتنا كده. فدايما انا عايز انصحك، بس انت ما تقولوش حاجه. الشيخ بيتخنق اهو. ده الشيخ شخصيا. ساعات يعني انت بس بقى متضايق، اصل بص الدعوه دي لها فن برضو. يعني انت ساعات بقى متضايق مخنوق من حاجه او بتاع، فتقولي بس طب بس يا رسول الله، بس يا رسول الله، طب تحدي بقى شويه عليا يعني، ما تعمليش شيخ. انا عارف، انا اللي بقول، انا اللي بقول. هو هي بتتكلم صح في وقت صح، وهو الوقت ده كان بيبقى فعلا متطلب ان احنا نقرا من شيء جزء من القران، لكن زي طبيعه البشر يعني. طبعا انا طبعا ما بقولهاش ان انا متضايق من كلامك او حاجه، لا هي عرفت خلاص. كده عرفت. بس عايز اقول فدي الطبيعه بتاعتنا. فانا عايز اقول لك ان طريقه الدعوه لما نيجي ندعي الزوج بندعيه بالعمل، في طريقه في الدعوه من غير ما تقول، من غير ما اقول يعني الظهر ده اقوم انا اتوضى واصلي ماليش علاقه بالموضوع، اصل العصر اقوم اتوضى واصلي ماليش علاقه بالموضوع، بعد ما اخلص الصلاه وخلاص برجع ما بحكيلوش بقى ان الصلاه والحكايه، لا ما اتكلمش في الموضوع ده خالص. فهو برؤيته لهذا العمل سوف يتاثر بهذا العمل وتدعي، وتدعي ربنا سبحانه. طبعا لا نتوقف عن الدعاء للزوج، والزوج لا يتوقف عن الدعاء لزوجته، فتفضلي تدعي له لانه ما عندوش انكار للعمل، هو عنده تكاسل عن العمل. هي في الفلوس عنده مخ، حاسه شويه عشان هي كمان برضو سنها صغير. أيوة. وكده، وبرضو متحمسه انه عايزه الحياه تمشي كما يقول الكتاب بيرفكت، وجوزها يبقى بيصلي وهي مزبوط. بتصلي. ليه حاسه ان هي يعني
متأزمة ومبينه له انها متأزمة، يعني بتقرأ قرآن جنبه بعض الشخصيات بيبقى شخصيات مثالية وانها حقيقة. شاكة فيه انه بيصوم مش متأكدة، يعني فكرة ان المراقبة دي ممكن تخنق شوية. احنا مش عايزين، ما انا عايز اخليها تفك من القصة دي كلها. فخلينا في نفسنا دلوقتي، انت ست ملتزمة، خليكي محافظة على الالتزام، اوعي يجرك نحو الضعف. احنا عايزين العكس، عايزينك انت تجريه نحوك، بس بس هتجريه تجره نحو بالفعل وليس بالفعل بالقول. وليس بالقول، لان ده مجتمع ما بيقبلش ان الست تقول، حضرتك فاهم قصدي، ما يقبلش ان الست اللي تقول الحكم كذا او اعمل كذا او تقول لجوزها كذا او صلي او صوم. ممكن الكلام ده تعمليه مع ابنك لما يجي ان شاء الله ربنا يرزقك، نعمله مع اخوكي ينفع الكلام ده لانه سيقبل، لكن مع الزوج لا، لان الزوج عندنا بيبقى فاهم ان هو المهيمن او المسيطر، وده كله تبقى شكليات يعني في الاخر، ولا بيهيمن ولا بيسيطر ولا حاجه. المهم يعني انه هيجي في يوم والله وهيصوم ان شاء الله وهيصلي، صلي يعني ان شاء الله ان باذن شاء الله الله. يعني يعني لو هو قال لها ما انكرش القصه وقالها لها بالراحه وما ضايقهاش، يبقى ان شاء الله ده شخص وخلي بالكم ان كويس. كل زمان وكل وقت من الزمان له طريقه في الدعوه يعني، وكل شخص له طريقه في الدعوه يعني، كل زمان معين بيبقى له طريقه معينه في الدعوه. دلوقتي مع كثره الفتن وكذا والكلام ده كله، فلما تيجي تتكلم لازم الناس عايزه الطبطبه بقى، عايز تطبطب عليه وتجيبه بالراحه نحو الدين لا، بتاعك، مش وممكن عايز الراجل الشك. يقبل من صاحبه وما يقبلش من زوجته، بالظبط ممكن يقبل بالظبط من اخوه، بالظبط يعني بالظبط بتبقى الاشخاص بيفرقوا. نعم.